وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. هل الراجل بيحب الاهتمام؟ أيوة. أنا مهتم بيه أو أنا مرغوب إذا أنا موجود. يمكن ده سؤال طرح نفسه بعد ما شفنا في مسلسل كامل عدد في خط كده درامي كان في المسلسل عن الدكتور اللي بيحب مراته وولاده وهو رائع ومثالي ومفيهوش غلطة، لكن في واحدة حبته وهو انبسط من الإحساس ده وفضل تمام، يعني هو يعني ما صدهاش ما عملش اي شيء خالص يقول ان هو غير سعيد، هو واضح ان هو كان سعيد جدا. هل بيبقى تقصير مثلا من الزوجه لما واجهته دينا الشربيني قالها ما انت مهتمه بالولاد؟ هل بيبقى عايز صداقه في صوره واحده تانية، مش لازم يبقى صديق، بس صداقه الست ممكن تبقى مختلفه حتى لو هو عارف ان هي عندها مشاعر ليه، لكن هو حس ان هو خالي الذنب طالما هو مش مسؤول عن المشاعر دي وهو مش بيبادلها المشاعر ومش يعني ما فيش شيء يقول ان هو منتبه او متجاوب، هو عامل ان هو مش واخد باله بس هو عارف. الستات بقى بتكبر المواضيع، عشان تعرفين عقلية الستات عقلية كبيرة فبتكبر المواضيع وبتعمل مشكلة وبتعتبر ان ده نوع من الخيانة. هل ده ولا لا؟ احنا النهاردة عندنا كلام رجالة في صالون رجالة جالي بحت، واحنا هنستمع ومش هنسيبهم نفهم كل حد او نفهم نقرا ماذا يدور في عقل الرجل من خلال ارائهم وتجاربهم وخبراتهم في الحياه. منورينا مجموعه رائعه من ضيوفنا النهارده، صديقنا وزميلنا المحامي الكبير استاذ نجاد البرعي، اهلا بيك. اهلا بيك. والحمد لله على السلامه وسعداء دايما بوجودك معانا. وزميلنا الاعلامي وصديقنا طه الحديري، اهلا بيك. اهلا بيك يا سيدي. وبرضو صديقنا وزميلنا، يعني احنا طبعا علشان نعرف ناخد وندي في الكلام وهم يتحملوا الاراء الصعبه، احمد عبدون منورنا واسعدتنا. ومعانا برضو زميل لينا المونتير حازم درغام، اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم. وزي ما سويت بتقول يعني انت وجودكم علشان خاطر تتحملوا يعني ارائي الغريبه وانتوا اصدقائي، يعني الموضوع هيعدي. بص، في البداية الأول أنا أي سؤال مش قصدي أبدا إن إحنا بنتكلم في منطلق الزوج الخاين، لا 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 خالص، إحنا هنبعد عن الطريق ده دلوقتي في أول المناقشة. إحنا بنتكلم في إن أنتوا كرجالة كلكم بتحترموا مراتاتكم، كلكم متجوزين، كلكم عندكم من السعادة اللي أنتوا بتقيمها إن هي أوكي تمام ماشي، بس في نفس الوقت انتوا كرجاله لما بتلاقي وبتلاحظ ان في الشغل او في جاره او في حد في حياتك في اطارك مهتم بيك بزياده، ما بتوقفوش عند حد، يعني ما بتديهوش الكتف الشرعي اللي يقول لك ايه لا خلاص ما في، لا بلاش اجي جنب الراجل ده، الراجل ده مش بتاع الكلام ده او مش هيتقبل ده. انا عايزه افهم سيكولوجيه الراجل، ليه ساعتها بتحس بايه؟ ايه اللي يمنعك انك تدي اللي قدامك كتف قانوني طالما انت مش عايز تكون؟ اصل انا برضو مش بصراحه مش قادر افهم الموضوع ده ولا بتاع، بس يعني ممكن افكر فيه. انت اذا حد بيعاملك بلطف انت مش لازم تديله كتف، لانه دي عمليه لطيفه. يعني انا بعرف حضرتك فرد بتعامليه بلطف. لا 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 عشان بس اوضح مره تانية، انا ما قلتش لطف. مرتعب بايه؟ ما انا مش فاهم. اهتمام في نوع من الاعجاب من طرف واحد اهو، واضح اهو. لا لا ده لطف برضه، لطف بس اعجاب، يعني انا فاتحه لك الباب. لا ما هو هي الفكره الاصليه يعني بقى يعني حضرتك فاتحه لي الباب. انا فاتحه الباب. لا 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 حضرتك فاتحه لي الباب كذا، انا مش هبص على ده. انت لازم تبصي على الطريقه اللي بيتعامل بيها. يعني انا مش همشي اقول للناس اركن على جنب، ما تبصيش كده، اقعد كويس كده. لا 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 عادي، انا بتجاوب ازاي مع العمليه. حضرتك واحده فاتحه لي الباب، قافله لي الباب، بتقول لي تعالى ناكل، تعالى نشرب، تعالى اعزمك على قهوه، انا ما عنديش مشكله، اهلا وسهلا، الناس كلها تعزمنا. بس مبسوط بذمتك؟ ايه ده؟ لا انا لو حد اقول لا 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 لا, لا اي حد، مش نفسك. مش انا اي حد في الدنيا. لا انت، انا بتكلم انت كراجل. ما انا كمان هكملك، انا اقول لك عن نفسي وانا بتكسف. اللي انا عايز اقول لك عليه، مفيش حد يكره الناس تهتم بيه، بل بالعكس مفيش حد يكره انه يبقى محبوب، مفيش حد يكره انه يبقى مرغوب.
هي الفكرة هنا بنتكلم على المسؤولية. هل انت ممكن تلعب بمشاعر اللي قدامك او تديلها او تديله راجل او ست انطباع غلط علشان حاجة انت عايزها، سواء حاجة مادية او معنوية او بس كده؟ يعني انت ما تشجعش، تبقى مبسوط لكن توقف ما تشجعش. انا لا بوقف ولا بشجع. انا راجل بستنى في مكاني، حضرتك والله تقولي تعالى نشرب قهوة، حاضر لو انا فاضي هنزل اشرب قهوة، انما لو تعالى عندي البيت بقى او تعالى اعزمك بتاع، انا هنا هوقفها، لانه دي اللي هي بيسموها ايه، من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني في حاجات اسمها الحمى، ابعد عن الشر وغنيه، اللي هي الشبهات. ابعد عن الشر، فانت تعملي ايه في حاجه اللي فيها شبهات بقى؟ تعالى نتعشى عندي في البيت، لا معلش انا مش هقدر في الموضوع ده، انا متاسف، تعالى بقى نشرب قهوه تحت، ماشي. بس استاذ نجاد انت مفيش حد بيكره في اللحظه بشكل دي. ايوه مفيش حد يكره ان الناس تحبه او تهتم بيه. انا بتكلم عن مش الناس، انا وانا برضو رد على سؤالي بالتحديد. أقولك انا بتكلم عن مش بتكلم على الست، على الناس، انا بتكلم على الستات. انا ما اكرهش ان الستات او اي حد يهتم بيا، انا محدش يكره ده، انا ما اكرهش ده، لكن هو سؤال انا اتعاطى مع ده ازاي، هو ده السؤال. هو ده السؤال، طالما انا ما بتعاطاش بشكل فيه استجابه فانا تمام. ده كلام الناس بتحبني تمام. طب خلينا جايه لك بس نسمع وجهه نظر الاخرين. اذا انا موجود. نعم.